أهلا بكم. الطائرة التركية المسيرة بير قادار تي بي 2 تعد تركيا سادس دولة في العالم تصنع وتطور وتصدر الطائرات العسكرية المسيرة بدون طيار، وذلك بعد الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وباكستان وإيران. بدأت المرحلة الأولى بتطوير نموذج الطائرة المسيرة بير قادار تي بي 2 سنة 2007، حيث أجرت أولى رحلاتها في شهر يونيو حزيران من سنة 2009. عقب ذلك أبرمت الشركة التركية للصناعات الدفاعية بيكار اتفاقا لتطوير المرحلة الثانية والإنتاج، وكان ذلك في شهر ديسمبر كانون الأول سنة 2011. وقد انطلقت المرحلة الثانية بالفعل في يناير كانون الثاني من سنة 2012، حيث أجريت أولى التجارب في شهر أبريل نيسان سنة 2014. وسلمت أول ست طائرات للقوات البرية التركية في شهر نوفمبر تشرين الثاني سنة 2014، وأعقب ذلك تسليم ست طائرات أخرى للقوات البرية في شهر يونيو حزيران سنة 2015. ودخلت تلك الطائرات الخدمة رسميا في القوات التركية منذ ذلك الحين. يتكون نظام الطائرات المسيرة بير قادار تي بي 2 من ست مركبات جوية، أي طائرات، ومحطتين أرضيتين للتحكم والسيطرة، وثلاث محطات للبيانات الأرضية، ومحطتين للفيديو، إضافة إلى معدات الدعم الأرضي. تصنف الطائرة التركية بير قادار تي بي 2 ضمن الطائرات العسكرية التكتيكية مراقبة وهجوما، إذ يمكنها التحليق على ارتفاع يتراوح ما بين 20,000 إلى 27,000 قدم، أي نحو 8,000 متر. ويمكنها حمل معدات بوزن يصل إلى 150 كيلوغرام، ويمكنها الطيران حتى 25 ساعة متواصلة. كما تتمتع بإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآلي للأهداف خلال الليل والنهار، إذ تعمل على تزويد مراكز العمليات للقوات المسلحة التركية بمعلومات آنية ترصدها خلال مهمتها بالأجواء، فضلاً عن كونها قادرة على استهداف التهديدات المحددة بذخائر وصواريخ محمولة على متنها. وقد دمجت شركة روكستان التركية المتخصصة بصناعة الصواريخ والقذائف صواريخ ذكية محلية الصنع MAM-LVE-MIM-CE في هذا الطراز من الطائرات. وتتميز هذه الصواريخ بالقدرة على إصابة النقطة المستهدفة من بعد 8 كيلومترات. وتواصل دولة تركيا تطويرها هذا النوع من الطائرات من خلال رفع مستوى أنظمة الكاميرات المركبة عليها، وتخطط كي يصل عددها بالجيش والأمن في المرحلة القادمة إلى 120 طائرة. وقد لعبت هذه الطائرات دورا مهما في عمليات درع الفرار وغصن الزيتون اللتين نفذتهما القوات المسلحة التركية شمال سوريا. وأبرمت أنقرة اتفاقات لتزويد كل من أوكرانيا وقطر بطائرات من هذا النوع. مميزات الطائرة: الطول 36.75 قدما، أي 11.2 مترا. العرض 39.37 قدما، أي 12 مترا. الارتفاع 10.50 قدما، أي 3.2 مترا. الوزن وهي فارغة 420 كيلوغرام. الوزن وهي محملة 650 كيلوغرام. السرعة القصوى 155 ميلا بالساعة، أي 250 كيلومترا بالساعة أو 135 عقدة.
النطاق 3728 ميلا أي 6000 كيلومتر أو 3240 ميلا بحريا. ولكن ظهرت عبر وكالات الأخبار أخبارا تنتقد هذه الطائرة مثل قناة العالم التي أردفت أن عدد الطائرات التركية التي سقطت خلال معركة درع الربيع هي 6 طائرات في الوقت الذي لم تسقط سوى طائرة مسيرة تركية واحدة. أعلنت الحكومة التركية سقوطها أصلا. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، نرجو منك تعليقا والضغط على زر لايك، وشكرا للمشاهدة.